نحن أمام حلقة أخرى من حلقة الاستهداف السياسي للمعارضة. المشكل ليس مشكل الغنوشي، المشكل مشكل تونس التي تعرضت لانقلاب شنيع جعلها في خطر أمام خطر المجاعة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة مباشرة من حصاد 24. وثيقة المعارضة المدنية والسياسية والكافرون بالمسار المتعثر للسعيد سيقوا زمراء إلى الاستنطاقات الأمنية والقضائية بالجملة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ومفسروها هذا عصر التصحيح، قالوا يا ويلتنا فشلنا في توحيد معارضتنا وضللنا السبيل. استنطاقات وإيقافات اعتبرتها منظمة العفو الدولية تهديدا بالملاحقة لكل مخالف لأجندات السعيد. فيما تتواصل إذن هذه الاستنطاقات وتشمل الصحفيين والمدنيين والسياسيين، وكالة التصنيف والترقيم السيادي ستاندر اند بور تحذر من سيناريو عدم توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والخروج للأسواق المالية لتوفير تمويلات خارجية. سيناريو تقول إنه سيؤدي إلى وضعية العجز عن الدفع. ونائب رئيس الوزراء الإيطالي يقول إن الوضع في تونس متأزم ويحتاج إلى تحرك أوروبي. والرئيس سعيد يهاتف أمير قطر شاكرا إياه على استعداد دولة قطر للوقوف إلى جانب الشعب التونسي في مواجهة كل المصاعب المالية التي تعيشها تونس وفق بلاغ الرئاسة أمس. الشعب الذي يجد صعوبة كبيرة في تأمين حاجياته اليومية، إلى متى تمضي السلطة في تضليله ومدارة غضبه بقمع معارضيه، يسأل أحدهم. ضيفانا في هذه الحلقة الجديدة المباشرة سيد حبيب بوعجيلة مؤسس مواطنون ضد الانقلاب. سيد حبيب مساء النور. مرحبا حبيب، في انتظار معايشة الصوت. سيد ضيفنا الثاني الدكتور مراد اليعقوبي الجامعي، مرحبا سي مراد. أهلا تحياتي. مرحبا، في انتظار معايشة الصوت مع سي حبيب. خلينا نستمع مباشرة إلى تصريح الأستاذ راشد الغنوشي اليوم، تم دعوته إلى فرقة أمنية وأبقي عليه بحالة صراح. تصريح الغنوشي وعودة سريعة على البلاتو. مشكلة تونس في الانقلاب، مشكلة تونس في الدكتاتورية، مشكلة تونس في تغييب الأحزاب ومحاولة السيطرة على الصحافة. المشكلة اليوم ما هوش مشكلة الغنوشي، لأنه المحالين على المحاكمات الزائفة من مختلف الاتجاهات، صحفيون ورجال أعمال ومحامون ومفكرون وسياسيون من مختلف الاتجاهات. نحن على يقين من أن شعب تونس اللي عمل الثورة المباركة سيستعيدها إن شاء الله، وسيستعيد دستورة وستنتصر تونس. تحيا تونس، تحيا الوحدة الوطنية، تحيا حركة النهضة، تحيا جبهة الإخلاص، الخلاص الوطني، تحيا الديمقراطية. معركة تونس هي معركة بين الدكتاتورية وبين الديمقراطية. اليوم الصفوف أصبحت واضحة، فمن مع تونس من مع الديمقراطية، ومن مع الانقلاب ومع الإرهاب. أنا الآن مش المرة الأولى التي أحال فيها على قطب مقاومة الإرهاب، ولكن هذا كله توظيف. أنا قضيت 50 سنة وأنا أدافع عن الديمقراطية وعن علاقتها بالإسلام، وأفند كل أساس للإرهاب. اليوم بملفات مفبركة نجد أنفسنا أمام قطب قضائي لا علاقة لنا به، إلا أننا في عهد الترويكا وجدنا هذا القطب لمقاومة الإرهاب. نحن اليوم إذن في أمام توظيف سياسي للقضاء. نحن ندعو النيابة العمومية أن تلازم الحياد وأن تلازم العدل، ولا تقبل أن توظف لصالح مآرب سياسية مصادرة حزب سياسي فشل في مواجهته بالوسائل السياسية. فاليوم يريدون توظيف القضاء وإحالتنا على قطب الإرهاب، وما عندناش علاقة بهذا الموضوع. أهلا بكم من جديد. إذن تم الإبقاء على الأستاذ راشد الغنوشي اليوم بحالة صراح. الجديد اليوم قائمة جديدة
تنضاف إلى المطلوبين للاستنطاق فيهم نقيب الصحفيين، وكذلك أعتقد تم إيداع الصحفي ورئيس المدير العام موزايك السجن، بحالة يعني أودع السجن. كذلك تم دعوة عديد السياسيين. دكتور مراد الغنوشي يقول المعركة واضحة، أنصار الديمقراطية وأعدائها، هل هي كذلك؟ الصوت دكتور مراد، حاول افتح الميكرو دكتور مراد في الأثناء. إذن في انتظار معالجة الصوت من سيد مراد اليعقوبي الجامعي، وكذلك التحاق السيد الحبيب عجيلة مؤسس مواطنون ضد الانقلاب. لست أدري إن كان جاهز سيد حبيب. ما زلنا في انتظار معالجة الصوت. إذن نحاول نعيد الاتصال بضيفينا ونحاول بإذن الله. سيد مراد، نحاول إذن معالجة إعادة الاتصال بهما. نذكر إذن اليوم أهم حاجة كنا نشاهد في التصريح للأستاذ راشد الغنوشي، تصريحات إيقافات جديدة اليوم نقيب الصحفيين نفسه، وقعت إحالته للقضاء. الخلفية الإيقاف هذه أو الإحالة الجديدة للنقيب الصحفيين تهم هضم جانب موظف عمومي. سيد مراد مساء النور. أهلا بك، أرجو أن تكون تسمعني جيدا. نعم، الصورة والصوت يصلان جيدا. دكتور مراد، أعود لك وأرجع للسؤال الأول. قلت من خلال تصريح راشد الغنوشي يقول المعركة باتت واضحة اليوم بين أنصار الديمقراطية والديكتاتورية صاعدة وناشئة. في الحقيقة هذا واضح، يعني هذا التقييم أو هذا الوصف واضح، ولكن ليست واضحة من اليوم فحسب، هي واضحة من القديم، ولكن لم تقع تصفية الساحة السياسية وفرض نمط مجتمعي مواطني مشترك تتفق عليه الأحزاب السياسية ويقبل به الجميع. هذا هو سبب المشاكل التي نعيشها اليوم، لأن كنا نعيش في ديمقراطية يعني مغلوطة، في أحزاب تتصرف دون الأخذ بعين الاعتبار هذه الثنائية الأساسية والمؤسسة، هو أن الصراع بين مجتمع حريات ومجتمع حكم الفرد أو حكم الاستبداد أو حكم قوى خارجية أو غيرها. لذلك الجميع اليوم يدفع الثمن، مع التأكيد على أن الجميع قد ساهموا بشكل أو بآخر، بقدر أو بآخر في هذا الوضع. لذلك اليوم يجب أن يكون هناك يعني وعي مشترك بأن الحل هو العودة إلى تأسيس حقيقي لإيمان كل الأحزاب والمنظمات وغيرها بأن مشكلة الجميع هي التنمية، هي الرقي بالبلاد، وهي أساسا تحقيق الحرية والكرامة للمواطنين. للأسف عشنا منذ سنوات تواصل عقلية الحزب الحاكم رغم نهايته، وحتى في عهد الثورة ما زالت بعض الجهات أو الأحزاب أو المنظمات وحتى الأشخاص يفكرون بطريقة سياسوية بحتة، وبالتالي لا يفكرون إلا في مصالح ضيقة جدا لا تتسع لقيم كبيرة. نعم. مؤسسة لمجتمع فعلا يحقق حريته. نعم. طيب خليك معي دكتور مراد، سنواصل معك، فقط نرجو أستاذ حبيب عجيلة نحاول أن نتصل بك بالهاتف. أستاذ حبيب، طالما أن الصوت لا يصل، إن كنت تسمعني حاول الآن. سيد حبيب مرحبا. سيد حبيب حاول أقرب من الميكرو، صوتك ضعيف، حاول أقرب من الميكرو. يا رجي قلت فكر الصوت. نعم سيد حبيب، الآن صوت يصلني الصوت. سيد حبيب الصوت، أنت الآن في المباشر، حاول أقرب شوي من الميكرو وتكلم. مرحبا بك سيد حبيب. قولوا لهم سكتوا. سحبيب راك في المباشر، حاول نتصل بك بالهاتف إذا أمكن على الرقم 28. الله ينورك، دقائق نطلبوك على الهاتف. الله ينورك، خليك معنا.
ونرجع للدكتور مراد. دكتور مراد، يعني المعارضة تقول استهداف مباشر لها ولكل الرافدين، لكن في الفترة الأخيرة وقعت إحالة رجال أعمال على القطب القضائي والمالي. هذا الخلط بين المعارضين السياسيين وبين إحالة من بالفعل تشملهم تهم يعني فساد مالي وغيره، أنا الآن لا أفكر كثيرا في تقييم ما يأتيه قيس سعيد، لأن المسألة كانت واضحة منذ البداية. بالنسبة إلي الأسئلة الحقيقية، كيف ساهم الجميع في هذا الوضع في حين أن الاتجاه كان يعني يسير صوب هذه الوضعية وأتعس؟ من لم يكن ينتظر مثل هذا؟ الذي لم يكن ينتظر مثل هذا فهو إما غافل، يعني نوع من الحمق السياسي، نوع من العمى السياسي، أو أنه متآمر على الديمقراطية، لأن هناك جهات وأطراف وأحزاب معروفة وحتى شخصيات كانت تنتظر أن تأخذ نصيبها من السلطة ولو في سياق انقلابي يقوم على تركيز جميع السلطات في يد شخص واحد، المهم أن يأكلوا معه جزءا من هذه الغنيمة. وهذا كان واضح، لا يمكن أن يكونوا بهذا الغباء، لأنه الكثير منهم لهم تجربة سياسية طويلة، وهذا في كل الأحوال لا يحتاج إلى عبقرية. المسألة كانت واضحة، يعني كان هناك انقلاب، ولكن الجميع أو عدد مهم من الطيف السياسي والاجتماعي كان يتصور أنه يمكن أن يتعايش مع هذا الوضع دون أن يفقد بعض المكاسب التي أعطته إياها الثورة نفسها، والحال أن الوضع كان يتجه إلى تقويض كل ما جاءت به الثورة. وبالتالي اليوم من حقهم أن يقولوا ما يشاءون، ولكن يجب أن نعترف أنه لا يمكن مستقبلا تأسيس حياة سياسية قائمة على تحقيق الأمن والكرامة والحريات إلا بالقيام بنقد ذاتي. ليس المطلوب أن يعتذر أو يتوب الناس، ولا هذا موضوع آخر، هذا يهم الأحزاب نفسها أو المنظمات الوطنية، ولكن ما لم تتوفر هذه الأرضية وهذه الشروط فإننا سنعيد نفس اللعبة بنفس النفاق وبنفس التلاعب بعقول الناس. ولا يمكن لأي منظومة سياسية أن تحقق أهداف اجتماعية ما لم تتمثل في داخلها هذه الحقائق وهذه المبادئ، وهذا والحقيقة غائب تماما. لذلك الكل اليوم يدفعون ثمن الانتهازية السياسية، وعليهم أن يدفعوا هذا الثمن. الآن إذا كانوا يطمعون أن يكون الحكم الفردي بعض المنطق أو بعض اللين أو غيره، فهم واهمون. ونحن نرى الآن ممارسات سياسية يغيب عنها المنطق تماما، يعني اتهام مثلا بعض المعارضين أو بعض الشخصيات التي لا علاقة لها حتى بالاقتصاد، والادعاء بأن هذا هو سبب يعني الترفيع في الأسعار أو الاحتكار أو غيره، هذا خطاب يعني غير معقول بالمرة وضعيف ويمكن دحضه بسهولة، باعتبار أنه ولو وضعنا كل هؤلاء المعارضين بجميع أطرافهم بجميع أصنافهم فإن الغلاوة، لأن الغلاء يعني وغياب يعني المواد من السوق لا علاقة له بشخصيات معينة، ربما منظومة تساهم فيه، ولكن وضع البلاد وسوء السياسات التي تسيرها هي التي خلقت هذا الوضع، وذلك يعني في سياق علاقة الحكم القائم حكم قيس سعيد بالمنظمات الدولية وبال يعني بالقروض وبالمؤسسات المالية الكبرى وغيرها. إذن هنا مشكلتنا اليوم هي تأسيس ديمقراطية وحريات حقيقية، وإلا فإننا سنعيد نفس اللعبة، لأن ما نراه اليوم هو اتحاد واتفاق وهمي بين فئات ما تزال متنافرة ولا علاقة بينها. وبالتالي سحبيب نعم سي مراد، خلينا نبقى الساعة في التوصيف الأول ونحاول أن نتفق ساعة التوصيف. ثم جانب كبير من المعارضة بما فيه الاتحاد العام التونسي للشغل كان له رأي 25 جويلية، اليوم يقف في مربع آخر إعلاميين وصحفيين. كيف تقرأ هذا التحول بصفة عامة دون يعني فكرة المؤامرة أنه ربما كانوا يرتضون قسمة، ألا يكون ربما سعيد رفع شعارات تصحيح وفشل في ذلك؟ أنا لا أعتقد ذلك، من حق أي إن كان أن يعتقد ذلك، لأن سعيد في الواقع لم تكن له يعني هو فكرة منطقية يعني داخلين هو يتمناها،
وهي فكرة محترمة في يعني في ذاتها وليس في سياقها، وبالتالي لكل أن يرفع الأفكار التي يشاء، ولكن مسار تحقيق هذه الأفكار وتحويلها إلى واقع يحتاج إلى مؤسسات، إلى نظم، إلى قبول مجتمعي، وليس إسقاط من فوق، لأن التجارب كلها قد بينت في العالم كله أن كل التجارب المسقطة لا تنجح. الإشكال ليس هنا، ليس في الوعود، لأن هذه الوعود بيني وبينك لم تكن موجهة للطبقة السياسية لأنهم لا يصدقونها، لأن العمل السياسي هو يعني فيه جانب يعني يعرفه السياسيون فيما بينهم، تحويل نمط يعني التنمية أو ما يسمى بالمنوال التنمية أو غيره يحتاج إلى سنوات طوال وإلى تفكر عميق تشارك فيه كل الأطراف وإلى سياق دولي وإقليمي ملائم، ولا يمكن لحزب أو طرف اجتماعي أن يتحدث عنه ويقدم بديل يعني ناجح 100%. الجميع يعرف ذلك، وبالتالي لا يمكن أن يثقوا في هذه الوعود، ولكن هناك رغبة كانت مبيتة في الاستفادة من أي وضع، وهذا هو الخطر، وهذا الذي ينبئ بأننا لا يمكن أن نبني مستقبلا مجتمع قائم على الحريات واحترام كرامة الإنسان وخدمته خدمة حقيقية ما لم نتمثل هذه القيم. هذه القيم تحتاج إلى مجتمعات وهياكل وبناء سياسية واجتماعية أخذت الدرس. الآن الدرس ما يزال متواصلا وسيواصل سعيد تلقين هذا الدرس للقيادات النقابية والسياسية وللمجتمع المدني ولكل من راهن على الاستفادة من أي فساد سياسي أو زيغ عن الحريات أو غير ذلك. الدرس ما يزال متواصلا ونحن جميعا نتحمل ذلك. إذا لم تتوقف هذه الوضعية فنحن واضح إلى أين نسير. نحن نسير نحو انخرام كلي وسيدفع الجميع ومن لم يشارك، وليس ما نراه اليوم إلا مقدمات، لا سيما والسياق الدولي معناها متفجر، السياق الدولي غير ملائم بالمرة. فلينتبه الجميع وليتكلموا بصراحة، لا نوهم الناس أن اليوم هناك وحدة معارضة من أجل قيم حرية وديمقراطية، هذا غير صحيح. الذين يتباكون اليوم عن الديمقراطية هم الذين سعوا في تدميرها وفي الاستفادة من إلغائها أصلاً وليس من إقامتها. هذه إجابتي، ليس هناك، أنا ليس لي رأي آخر، هذا هو رأيي. هناك أثمان ستدفعها المعارضة الحقيقية أو المعارضة التي التحقت أو الذين أصبحوا يعارضون بعد أن ساندوا الإجراءات الانقلابية. يعني البداية بخواتيمها، المسار الذي صار فيه سعيد من 25 جويلية كانت واضحة خواتيمه. هؤلاء الذين استدركوا الوضع قلت في أفضل الحالات هم قصيروا النظر، هذا هو معناه، لأن هناك قصر نظر ربما نفسره بأن الوضع السابق على الانقلاب كان تعيس جدا. هناك أطراف يعني كانت محسوبة على الثورة، هذا الغريب معناه، يعني شخصيات كانت محسوبة على الثورة ثم أصبحت، رأينا هذا في البرلمان، أصبحت تتصرف كأنها يعني عدوة، كأنها مبعوثي بن علي، كأنها يعني مبعوثي الاستبداد أصلا. نعم. هذه أخطاء لا تغتفر، لأن ذنبها ليس على أشخاصها، هم لم يجرموا في حق أنفسهم فحسب، أجرموا في حق تجربة انتقال نحو مجتمع يقوم على الحريات، يقوم على الحد الأدنى من ضمان الكرامة الإنسانية. من فعل ذلك؟ الذين فعلوا ذلك هم اليوم يدعون أنهم سيقودون وسيرجعون مسار السفينة إلى طريقها الصحيح. لا يمكن أن نبني ديمقراطية دون ديمقراطيين حقيقيين، لا يمكن أن نبني مجتمع الحقوق والحريات بأشخاص لا يرون الحرية والحقوق إلا إذا كانوا مستفيدين منها وحدهم وليس معهم أحد. هذا العقلية الاستئصالية والغير اللائقة بحياة متوازنة بين الجميع بأرض تتسع إلى الجميع، يعني فكرة الخيمات أو الأرض التي تسع الجميع لم يكن أحد مقتنعا بها إلا أقلية قليلة لم تقدر عن الدفاع عنها وعلى تنزيلها على أرض الواقع، ولذلك وقع استضعاف من نعم. كان يؤمن حقا بذلك واستبعاده. طيب اسمح لي، يلتحق بنا سيد الحبيب عجيلة مؤسس مواطن الانقلاب. سيد الحبيب مساء النور. مساء النور، أهلا وسهلا. معذرة لكم وللسادة المشاهدين على كل
أعتقد أن الخلل من المصدر سيد حبيب، ولكن لا مشاحة في ذلك. الآن وصلنا صوتكم بالهاتف. صحيفة الجاردن البريطانية قبل يومين قالت إن الجماعات الحقوقية في تونس تواجه حملة قمعية للنظام ضد المعارضين ورموزهم الذين تعرضوا للاعتقال. هذه الاعتقالات بكركارة سيد حبيب بعد عام وسبعة شهور من 25 جويلية، فشل في ما وعد به سعيد، هل تواري هذه الإيقافات فشل السلطة في وعودها، أم أن بالفعل ربما السلطة ركزت الآن يعني منظومتها وبدأت المحاسبة التي وعدت بها منذ الأيام الأولى في الحقيقة؟ إن نتجاوز الخبر اللي قدمته في البداية حول مصدر الخلل وأمر إلى الخبر الذي يهم البلاد. هو أسلوب، هو أسلوب في الحكم، وهو أسلوب مشروع في آخر التحليل، يعني بمنطق الصراع السياسي قيس سعيد هو الآن بصدد ملاعبة المشهد السياسي، الاشتغال على إنهاك معارضته بأشكال الملاحقات المختلفة حتى يحول المعركة معها إلى معركة حقوقية بالأساس، ويستطيع أن يحقق بذلك جملة من الأهداف. الهدف الأول طبعا هو الإشغال بالمعركة الحقوقية، بمعنى منع المعارضة من أنها تواجهه أو تقاومه أو تعارضه على أرضية سياسية حول مسألة الانقلاب وعلاقة الانقلاب بالديمقراطية. في المستوى الثاني هو يضمن بطبيعة الحال تعبئة أنصاره، أنت تعلم وأنا أصدق استطلاعات الرأي، نعم، بمجرد أن بدأ في الإيقافات حتى ارتفعت يعني نسبة مساندته بعد أن انخفضت، وهذا يدعونا بالفعل إلى أن ندرس مسألة يعني ثقافة الديمقراطية لدى شعبنا. 10 سنوات الحقيقة من الانتقال الديمقراطي أثرت بشكل كبير وكبير جدا في خصوص مناصرة الديمقراطية، وهذا أمر يجب أن نعترف به وأن نقف أمام المرآة لنعترف بأن المعركة اليوم هي معركة وعي. والهدف الثالث بطبيعة الحال هو أن يقنع العالم كله بأنه قادر على ضمان الاستقرار. قيس سعيد يدرك جيدا وضعية المعارضة القائمة على الانقسام، يدرك جيدا وضعية الاتحاد العام التونسي للشغل الذي هو في وضعية انهاك حقيقي داخليا نظرا للخلافات الداخلية الموجودة داخله، نظرا للسمعة السيئة التي يتمتع بها الاتحاد العام التونسي للشغل في الضمير الشعبي. هذه كلها معطيات تؤكد على أن من يقود عملية الإيقافات هو عقل واضح وعقل حصيف، مع التعبير عقل ذكي. نحن كنا قلنا منذ يوم 25 جويلية، منذ يوم الانقلاب والأشهر الموالية التي كان فيها الشارع الديمقراطي تقريبا غريبا وسط شارع سياسي كله سند الانقلاب، كنا نقول إنه سيصلكم، إنه سيأتيكم، ولكنهم في حقيقة الأمر تغافلوا على ذلك ومكنوا لسلطة الانقلاب الآن من أن تمر إلى ترتيب مشهدها السياسي كما تريده. هل سينجح في ذلك؟ ستنجح السلطة في ذلك؟ طبعا ثم معطيات معقدة ومركبة كانت نحكيها معك في هذه النقطة بالذات. قبل أن نرجع لسي مراد، تصريح جديد لرئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو طياني يقول إنه أثار سياسيا مسألة تونس خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية مع الوزراء الأوروبيين حتى تعرف كل الدول أن هناك حالة طارئة في تونس، ويقول إن الوضع في تونس متأزم. تصريح يأتي من الطرف الإيطالي وأهميته تعرف يعني
الإقليمية، هل يعني أو يشي بفشل السعيد في تسويق ما يوصفه على الأقل للخارج؟ سيد حبيب، حال من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة الأمريكية اللي وقفوا في الأشهر الأولى مع 25 جويليا واعتبروه حل ممكن في مواجهة ما كانوا يسمونه بالفوضى السياسية أو بالمشهد السياسي غير قابل للحياة. أنت تعرف أنهم تقريبا ساندوا نقديا هذا المسار ووقفوا إلى جانبه في كل محطاته، كانوا يطالبونه فقط بالتشريك، يعني الأطراف الأخرى كانوا يسمونه الحوار الإدماجي، ولكن لا أحد من الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا دول فاعلة في المشهد التونسي وقفت ضد ما جرى، يعني إغلاق البرلمان وإيقاف الشرعية. تقريبا الموقف الواضح الوحيد هو الموقف المحكمة البندقية والمحكمة الإفريقية، اللي هي مجرد معناها مواقف تقنية إن صح التعبير، ولكن الموقف الدولي العام كان يرافق هذا الانقلاب ويحاول أن يذهب به ربما إلى المنتهيات التي تضمن لدول العالم الغربي مصالحها في تونس دون أن تعيش مخاطر الديمقراطية والإرادة الشعبية. الآن ربما هم يدركون أو يحسون بأن طريق تعاطي قيس سعيد مع المشهد السياسي القائم على تجريفه بالكامل، القائم على تجريف الاتحاد العام التونسي للشغل، مواجهة الأطراف بين ظفرين مسمات حدثية التي ساندت 25 جويلية، يرون أن هذا يمكن أن يمثل خطرا على الاستقرار في تونس، وبالتالي سيبدأون ربما في إبداء بعض ملاحظاتهم النقدية. ولكن أتصور حسب تقديري أن قيس سعيد قاصد الشيء هذا، يعني هو يعمل عملية هجوم حتى يحسن يعني شروط التفاوض بتاعه مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما حتى يوصل أحيانا إلى أنه يضرب أصدقاء هذه الدول يعني في المشهد السياسي التونسي حتى يستطيع أن يحسن لنفسه شروط التفاوض، كما بالضبط يعمل في مسألة التوازنات الجيوستراتيجية، يهدد أحيانا بأنه سيذهب إلى روسيا، بأنه سيذهب إلى الصين حتى تسارع هذه الدول ربما لجنته ماليا. أنا أتصور أن سلطة 25 جويلية الحقيقة تشتغل بشكل منهجي، وأن العقل الذي يحكمها هو عقل الدولة التقليدية، النظام القديم الذي قبل في 2011 في إطار موجة شعبية بأن ينحني أمام عاصفة الثورة التونسية، ولكن الآن هو يستعيد قدرته على الفعل وقدرته على المناورة بفضل ما وفره له 25 جويلية، وذلك على شيء يلزمنا الآن يولي عندنا تحليل آخر لأساليب مقاومتنا للانقلاب واستعادة الديمقراطية. طيب إذن إيقافات بالجملة وإحالات قضائية بالجملة، نذكر أنه تم نقيب الصحفيين إحالته على التحقيق إثر الشكاية من عدد ثمانية أمنيين بتهمة هضم جانب موظف عمومي. نشوفوا مقطع من الوقفة التي قامت بها الاتحادات الجهوية، أكثر من 8 اتحادات جهوية لاتحاد العام التونسي للشغل مساء السبت، أكبرها وأضخمها كان في الصفاقس. ونرجع لنقرأ موقف أو التصعيد الأخير بين الاتحاد والسلطة، مستوياته وحدود هذا التصعيد. يلا يا حسين،
هذه جزء من وقفة اتحاد العام التونسي للشغل مساء السبت بصفاقس. دكتور مراد، خلينا نقرأ تطور العلاقة بين الاتحاد والسلطة على الأقل منذ 25 جويلية. هل تجاوز اتحاد المسار النقدي الآن من خلال تصعيد يعني متزامن تقريبا أكثر من 8 مسيرات جهوية متزامنة في نفس الوقت، وحديث عن تصعيد، تعرف أنه طبعا إمكانية مش إمكانية، هو دعاء بالفعل يوم 4 مارس إلى تجمع عمالي بتونس، وهناك تهديد كذلك بإضراب قطاعي وطني في قطاع الفلاحة في بداية شهر مارس. هل تجاوز الاتحاد مساحة النقد إلى الرفض؟ أولاً أنا لا أظن أن الاتحاد كانت له مساحة نقد، لم نرى نقداً في أي من بياناته أو بلاغاته. هو إلى الأيام الأخيرة كان يقول نحن لا نذهب، لسنا ذاهبين إلى التصادم مع السلطة، نحن مصرون على الحوار، وما زالوا إلى الآن العدد كبير من الشخصيات المرتبطة بالاتحاد تتحدث عن الحوار وما إلى ذلك، بل أن حتى بعض الاجتماعات ما تزال متواصلة. الحوار هو يقع بين منتقدين، بين منتقد للسلطة، ما دام يريد حوار يعني هو ينتقد سياسة السلطة. أي لكن عندما هذا الحوار عندما وضع وعندما اختير أفراده والمشاركون فيه، فكان الهدف منه عرضه على قيس سعيد، وبالتالي يعني كل هذا بصراحة ترهات. لا ما أنا ما أنا واحد من الناس ما تجدش عليه معنى الحكاية هذه، حتى وصل الأمر إيقافات قيادات نقابية والمس مصمت. بالتالي أي هذاك حقيقة واقعة أن سعيد لا يستهدف الاتحاد فقط، كل عمل نقابي، لأن منظومة جديدة لا تؤمن بأي طرف آخر يشارك في صنع قرار اجتماعي أو سياسي أو حتى ثقافي. هو معناه هذا التوجه وهذه الفكرة، وهي معروفة منذ القديم يعني منذ عشرات السنين، هذه الفكرة تستبعد كل رأي مخالف، ولا تؤمن إلا بالرأي الأوحد، تؤمن بالقائد الملهم، وهذا يفسر ربما ميل أحزاب إليها منذ البداية، لأن عقيدتهم وأفكارهم منبني على هذا النمط. نعم. من التفكير بما فيهم سواء كانوا عروبيين أو بعض نمط آخر من الإسلاميين. إذن الآن ردة فعل طبيعية من الاتحاد لأنه أصبح مهددا. لا تنسى أن هناك تسريبات كثيرة وقعت، الهدف منها هي اتهام قيادة الاتحاد، لا ندري مدى صحتها، ولكن نعرف أنه في فترات التوتر من هذا النوع هناك ملفات تخرج، بعضها صحيح وبعضها مفتعل، هذا شيء طبيعي جدا، ولكن هناك تهديد حقيقي حتى على المستوى المالي، على مستوى تمويل الاتحاد يعني الحق النقابي. ربما التسريبات سيد مراد هي جزء من التهديد، تسمع في كل لحظة سيتم إيقاف نور الطبوبي، سيقف يتم إيقاف كذا، ربما هذا جزء من الهرسلة والتحرش بهذه المنظمة. سيد حبيب عجيلة، هل يدفع هذا التحرش وهذا التصعيد من قبل السلطة وصل إلى إيقاف أو إحالة أكثر من 14 نقابي على فرقة مقاومة الإجرام في بن عروس، إيقاف نقابيين، هل يدفع اتحاد إلى تجاوز السقف 25 جويلية الذي لازمه 3 عام ونصف تقريبا؟ لا يستطيع، في تقديري لا يستطيع أن يتجاوز سقف 25 جويلية، لأن الرؤية السياسية التي بنى عليها الاتحاد موقفه منذ 25 جويلية 2021 هو اعتبار مسار وانقلاب 25 جويلية مسار تصحيحي، وحاول أن يميز بين الممارسات الخاطئة بالنسبة له لقيس سعيد والمسار، في حين نحن كلنا نعرف ما تماش حاجة اسمها مسار 25 جويلية وقيس سعيد، تم انقلاب اسمه انقلاب 25 جويلية، وضعت فيه دبابة أمام مؤسسة شرعية وأطل فيه برلمان. وضعية الاتحاد كما قلت لك هي وضعية صعبة وصعبة جدا. الاتحاد يعاني من انقسامات داخلية حقيقية تعرفها السلطة، الاتحاد يعاني من خلل حقيقي في مستوى الجيل الجديد للنقابات،
أنت تعرف جيدا أخ حسين أنه منذ مؤتمر الطبرقة تقريبا تم تسليم الاتحاد لليسار وللتيار القومي 2011، وتسليم الاتحاد بهذه الطريقة في مؤتمر طبرقة أثر كثيرا على التوازنات التقليدية اللي كانت موجودة قبل، واللي تعملت من وقت الحبيب عاشور، واللي تخلي التيار العاشوري هو التيار الأغلبي باستمرار وهو التيار المتحكم في اللعبة. ثانيا بعد 2011 هناك جيل آخر من النقابيين جاء تقريبا مما يمكن أن نسميهم الشعب المهنية اللي كانت موجودة قبل في المؤسسات العمومية، واللي بعد حل التجمع يصير التحقت بالاتحاد العام التونسي للشغل، والتي تمثل قوة حقيقية خصوصا في قطاعات النقل، مما جعل الهوية النقبية التقليدية اللي مثلها سي نور الدين الطبوبي، يعني اللي هي تقريبا آخر بقايا المدرسة العاشورية والتي تتمسك بالاتحاد باعتباره طرف أساسي في البلاد، هذه الهوية النقبية تقريبا فقدت قوتها، وبالتالي أصبح الاتحاد العام التونسي للشغل رهين لتوازنات داخلية تتحكم فيها تيارات سياسية علاقتها بالمشهد السياسي قائم على الاستقطاب الإيديولوجي بالنسبة لليسار والقوميين، وعلى الاستقطاب مع الثورة والانتقال الديمقراطي بالنسبة لنقابي الشعب المهنية. وذلك علاش سي نور الدين الطبوبي في كثير من الأحيان يجد نفسه مضطر إلى أنه يتحرك في السقوف هذه متاع زوج تيارات كبرى المتحكمين في الاتحاد. يضاف إلى ذلك طبعا أن السلطة الآن تعرف بالضبط يعني هذه التركيبة، وعندها معرفة دقيقة. تسمع نور الدين الطبوبي كان يتكلم قبل على أنتنات داخل الاتحاد يوصلوا في أسرار المنظمة للسلطة، قالها منذ أشهر، مما يدل على أنه ثم ما يمكن أن نسميه بالاختراق الحقيقي يعني من داخل العمل النقابي. تبع اليوم حديث برشا نقابيين على الاتحاد العام التونسي للشغل، ردود غسان القصيبي على رفاقهم السابقين اللي قاعدين يتهموا في الاتحاد بالارتهان الى الخارج الى اخره، هذوما من داخل العائله النقابيه. لما تم ايقاف نقابيين وصلوا كما قلت انت الى حدود 10 و11، انت تعرف الاتحاد العام التونسي للشغل في العشرية الماضية وقت اللي تقع ايقافات من هذا النوع، وحتى في فترة الاستبداد الحقيقة وقت اللي تقع معناها السلطة تتجاوز الخطوط الحمراء وتوقف هيئات النقابية، الاتحاد يتدخل بقوة وبقوة شديدة وشديدة جدا، لانه بالنسبة لي هذه المسألة المبدئية معناها تستطيع الاتحاد انه يتقاطع مع السلطة، يرتهن معها، يتحالف معها، يسكتلها، لكن ما يخليهاش توصل إلى درجة أنها توقف الهياكل النقابية، لأنه هذا يضر بطبيعة الحال يعني الإحساس النفسي والاستعداد النضالي للهياكل. في حين أن الاتحاد العام التونسي للشغل في الفترة الأخيرة وقت اللي تم الإيقافات هذه ما صار حتى رد فعل تصعيد المظاهرات هذه اللي يعمل فيها الاتحاد، وتطوير المشاور نتاع انه هاو عندنا هيئه اداريه باش تاخذ القرار، وقعدنا نستناو تقريبا في شهرين حتى لين دار القرار على الجهات والهيئات الاداريه الجهويه، وبعد خذوا قرار باش يمشيوا للمبادره، في المبادره عملوا لجان باش تقعد تناقش حتى الاواخر الجولي وربما حتى الاواخر مارس. لكن هذا التهديد سيد حبيب فقط على اذا كان التهديد هو في البيان الختامي للهيئه الاداريه، حكوا بالفعل على تهديد أو هناك محاولات للشق صفوف المنظمة. هذا التهديد تعرف التجربة التي حصلت اتحاد الفلاحة، وربما غير مستبعد أن هذه السلطة تذهب في هذا المنحة. هذا التهديد مباشر لوحدة يسموها وحدة المنظمة يدفع اتحاد ربما الخلوع بين ظفرين، وإلا أنه يمشي أكثر في الاستقواء بالمنتظم النقابي الدولي وفي التصعيد.
أيهما أقرب سيناريو؟ الاتحاد الآن سيبحث على التوازنات الداخلية والتوازنات الدولية، بمعنى باش يشوف الريح الدولية وين ماشية. ولك علاش الاتحاد الآن قاعد يدعم في علاقاته الدولية بشكل كبير وكبير جدا. اليوم نور الدين الطبوبي في زيارة إلى الجزائر لحضور مؤتمر نقابة عربية في الجزائر، يعني نعم. أنه يحضر مؤتمر نقابة قطاعية، فهذا لافت للانتباه. يعني نور الدين الطبوبي يريد أن يذهب إلى الجزائر طبعا ليتحاور مع أصدقائي في اتحاد عمال الجزائر، وأنت تعرف العلاقة ربما السلطة الوثيقة بين الاتحادين. لا أدري بالنسبة للسلطة، لا ما نجمش نقول، ولكن اللي نعرفه أنه باش يتكلم مع اتحاد عمال الجزائر. قاعد يطور بطبيعة الحال في علاقاته مع الاتحاد النقابات الأوروبية، وهذا جديد، لأنه يعني عادة الاتحاد كان يعتمد في الأكثر على السيجل، يعني اتحاد النقابات الدولية. أيضا كان لاحظت ثم حاجة مهمة لازم ناخذوها بعين الاعتبار، اللجان اللي يعملها الاتحاد العام التونسي للشغل باش تحضر ما يسمي بالمبادرة، عموما حاول يجيب الناس اللي هي عندها موقف نقدي من 25 جويلية، وفيهم حتى اللي ضد الانقلاب في حقيقة الأمر، وهذا في إطار التوازنات. يعني ثم رغبة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، المكتب التنفيذي الحالي بطبيعة الحال، ثم رغبة في أنه المبادرة يكون سقفها يعني قادر أن يجلب الشارع المناهض للانقلاب. شوف الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم ما عندوش حتى خيار إلا أنه يلتحم بالشارع الديمقراطي اللي انطلق في اللحظة الأولى بمواطنون ضد الانقلاب والأحزاب المكونة لهذا الشارع، ويلتحم معه. ما عندوش حتى خيار آخر على مستوى القوة، لا قدرة التعبئة الخاصة ولا وضعيته الداخلية تسمح بالتعب. فبالتالي هذه المرة، وهذا من المفارقات، هذه المرة الاتحاد هو اللي باش يكون مضطر أنه يستنجد بالشارع الديمقراطي. قبل كان الشارع الديمقراطي يستنجد بالاتحاد. أنا أعتبر أنه الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المرحلة ما عنده حتى قدرة على مسيراته. يوم السبت كيف تقيمها سيد حبيب بسرعة؟ يعني الاتحاد سيحاول أن يعبئ. لا أدري هل اتصل بجبهة الخلاص وبالقوى والأحزاب السياسية اللي قادرة تعبيله. إذا كان ما اشتغلش مع الأحزاب السياسية اللي قادرة تعبيله، أنا تقديري قدرة التعب النقابية محدودة جدا. نعم. نظرا للخلافات الداخلية. الحاجة الثانية والأساسية، إذا كان الاتحاد ما حسمش أمره في الأسطورة هذه، في الخرافة هذه بتاع مسار 25 جويلية، وما حسمش أمره في علاقة بالدستور بتاع 2014، وما حسمش أمره في علاقة بالمؤسسات الشرعية، تقديري سيؤكد كما أكلت الثيران الأخرى. معنى هذا أمر ما عادش فيه. جيد، خليك معنا سحبيب دكتور مراد. تهديد الاتحاد في الوضع هذه، ولكن يهدد إذا سعيد لم يقبل مبادرة سيذهب بهاي الأطراف السياسية. اتحاد وضعيته مش نلخصه كما يقولك سيحبيب، أصعب فترات يمر بها اتحاد في قطيعة تامة مع اتحاد العراف، التجأ إلى سمحني المنتدى الاقتصادي والاجتماعي. هل بهذه المنتديات، يعني مع كامل احترامنا، قادر الاتحاد يفرض نفسه وأراءه؟ والله انا على راي الصديق حبيب عجيله، لانه بالفعل نحن نعيش، يعني نحن ناشطين، انا متابعين على الاقل، اتحدث على شخصي متابع للشان السياسي وعلى علاقه بالعديد من المتابعين ومن بعض الاحزاب وغيرها. الواضح انه الاتحاد فقد الكثير من يعني من ريشه، يعني اصبح الان يتعرى شيئا فشيئا وهو يضعف. هذا نلتمسه وهو واضح من خلال مخالطتنا للمجتمع السياسي أو غيره، وهو إلى حد الآن يرفض الأحزاب، وبالتالي عندما يقايض قبول يعني الحوار بتاعه وإلا اتجه إلى الأحزاب، فهذا أكبر ترذيل للأحزاب. معناها
يعني أنت لست مؤمنا بأن العمل الحزبي والعمل الجمعياتي والعمل عمل الجمعيات الوطنية بيدها النقابات وغيرها، أنت لا تؤمن بأنها يعني مقابل للمجتمع عجلة احتياطية، هي عجلة احتياطية، وبالتالي كيف ستقبلك الأحزاب؟ هو إلى آخر لحظة يتحدث. والأهم سيد مراد هو تذهب إلى هذه الأحزاب بأي سقف، هو السؤال قبل الذهاب أي سقف ستحاور به وتذهب إلى الأحزاب، هذا أهم ربما. هو هذاك هو، الأحزاب لن ترضى بغير أن العودة إلى الديمقراطية مع بعض الاختلافات فيما بينها. هناك ربما من يقترح نوع توليفة، يعني توليفة فيها بعض الكوباسي، معناها فيها بعض التلاعب بين الوضع السائد حاليا وما سبق يعني انقلاب 25 جويلية. ولكن في نهاية الأمر ما ينجمش يعمل حاجة أخرى إلا أنه يقرب للأحزاب، وإذا اقترب من الأحزاب ابتعد عن سعيد. لابد كما قال الأخ حبيبي لازم يحزم أمره. هذه المنعرجات السياسية البعيد عنك قريب والقريب عنك بعيد، ماهوش المنعرجات في مثل هذه المنعرجات ما عادش تنجم تعمل خياراتك، راه تاخذ موقف، تاخذ موقف، ما عادش التلاعب في اللحظة الحاسمة خذ موقف. نعم، هو في وقت من الأوقات نذكر أنا التصريح نتاعو قال فلتذهب كل الأحزاب والنهضة نتاعهم وترش سبع، يعني الأحزاب الكل وضعها في نفس الباب وذهب إلى الاستفتاء وكل شيء كان موافق، وبعض عناصر اللي في الواجهة وغيرها كانت مشاركة، وبالتالي كان مع الانقلاب. اليوم يا إما تواصل مع قيس سعيد وتقبل شروطه، لأنك لن تتمتع بالمكان التي عرفتها في فترة العشرين سنوات، ماكش تتمتع بها، وإلا ترجع للأحزاب وتصبح طرف مع وعي بأنك فقدت تلك المكانة القديمة، وذا هو اللي قلق الاتحاد، لأنه ما عادش ينجم يرجع كما كان، ما عادش ينجم يحوز على الاحترام الذي كان يتمتع به مع من بعض من كل الأحزاب تقريبا، رغم أن قيادات الأحزاب في بعض الأحيان تتجاوز آراء قواعدها من أجل إرضاء الاتحاد ومن أجل تكوين يعني وحدة وطنية صح التعبير. نعم. بين الضفاف طيب. يشارك فيها الاتحاد. تصريح نجيب عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، منذ مدة الحزب الجمهوري لم يعد يمضي مع الأحزاب الخمسة، آخر بيان للأحزاب ما كانت الأحزاب الخمسة أصبحوا أربع أحزاب، هل هذا كيف نقرأ هذا التقارب الجديد بين الحزب الجمهوري مع جبهة خلاص؟ نشوف تصريح عصام الشابي وأعطي أخذ رأيكم سيد حبيب وسيد مراد. يلا، احنا في الحزب الجمهوري جينا لهنا لنبعث برسالة، لنمد أيدينا إليكم، إلى كل من هو في القاعة، ونمد أيدينا إلى من كل لا زال خارج هذه القاعة، ونقول أن الخلاف في بلادنا اليوم لم يعد خلاف بين يساري ويميني، بين إسلامي وعلماني، بين ليبرالي واشتراكي، اليوم المعركة والخلاف بين ديمقراطي أو غير ديمقراطي. المعركة اليوم يمكن أن تضم الإسلاميين الديمقراطيين واليساريين الديمقراطيين والاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين الديمقراطيين ضد أعداء الديمقراطية، ولو تلحفوا برداء اليسارية أو الليبرالية والاشتراكية. اليوم لابد أن تمتد أيدينا لبعض البعض، وأن يكون تضامننا الحقيقي والفعلي مع المعتقلين، طبعا بالدفاع عنهم، بالتعريف بقضاياهم، بفضح كل التجاوزات التي ترتكب في حقهم، لكن أكثر من ذلك بأن نمضي قدما في الدفاع عن الديمقراطية، وأن نوحد صفوفنا، وأن نمضي إلى تنظيم مؤتمر وطني للمعارضة التونسية توحد فيها صفوفها وتختار فيها المربعات المتقدمة لمواجهة هذا الانقلاب والدفاع عن الديمقراطية والعمل على غلق هذا القوس بكل السبل المتاحة الميدانية والسياسية السلمية المدنية الديمقراطية، لكن بإرادة صلبة، إرادة لا تنكسر ولا تلين. اليوم أخواتي إخواني هذا هو الطريق، هذه الرسالة اللي حبينا نبلغها لكم، وجينا لهنا لكي نؤكد من جديد أننا سنبذل كل جهد من موقعنا، من
ما نعتقد انه بامكاننا نقوم به لتقريب وجهه النظر في عقد اللقاءات والمشاورات. الوقت ضدنا، ما عادش عندنا وقت. عام ونصف على الانقلاب واجهناه، نعم المعارضه واجهت وتحملت دورها ومسؤوليتها في مواجهه هذا الانقلاب. نعم سي حبيب بوعجيله، من ناحيه الموقف عصام الشابي منذ اليوم الاول واضح سقف المواقف نتاعو، لكن الجديد هو التموقع. عندما ياتي الان سيد عصام الشابي الى جبهه خلاص بالوضوح ويترك يعني او يوقف امضاء الحزب الجمهوري من الاحزاب الخمسه، هل هو قناع بانه الخط التغيير الحقيقي هو السقف الذي تنضوي تحته جبهه الخلاص، ام هو اكثر منه ياس حقيقي من امكانيه الحاق الاحزاب الخمسه بسقف مقاومة الانقلاب؟ هو كما قلت أنت بالضبط حسين، يعني الأستاذ عصام الشابي الحقيقة كانت مواقفه منذ البداية واضحة ودقيقة في مستوى السقوف، وقد أكد في أكثر من مرة، يعني حتى لما جانا كان تتذكر في اضراب الجوع يعني في الشتاء الفارض، وعبر بوضوح يعني قال احنا رانا في نفس السقف تقريبا، ولكن نحن نحاول ونبذل مجهود النجموش نقرب وجهات النظر معناها بيننا وبين الخماسي. ولكن بعد تطور هذه النقاشات في داخلهم يبدو ان الاستاذ عصام اقتنع اخيرا بان الخماسي فيه أحزاب رافضة تماما، رافضة تماما الآن الالتئام أو الالتقاء بتبريرات مختلفة. التبرير الأول بطبيعة وإن كان سقف حزب العمال أخوي برشا، أي صحيح، يعني حزب العمال تقريبا هو من أكثر الأحزاب اللي واضحة في علاقتها بالانقلاب، ولكن في نفس الوقت يعني حاسمة لأسباب داخلية، لأسباب تتعلق بطبيعة المكونات متاع حزب العمال إلى آخره، رافضة تماما أن تلتقي مع أي طرف سياسي يلتقي مع حركة النهضة. التيار الديمقراطي والتكتل والقطب بدرجة أقل كان يذهب إلى أنه يلزم نقد ذاتي، يعني يلزم تجيهم حركة النهضة تقول لهم راني أنا أجرمت في العشر سنين وراني مجرمة وبطلت السياسة وتعالوا أنتم لتقودوا يعني مقاومة الانقلاب وسنقدم لكم جمهورنا ليدعمكم. هذا هو في الأخير اللي احنا استخلصناه واستنتجناه. وطبعا مناولة الجمهور، تقدم لهم الجمهور مناولة. أي نعم، أي نعم. وفي هذا الإطار أنت رأيت أنه الرؤية هذا والهادي والتصور هذا أدى إلى أزمة داخل التيار الديمقراطي، وأدى إلى استقالة الأمين العام غازي الشواشي والأمين العام المساعد محمد الحامدي، وبطبيعة الحال دليل واضح على أنه ثم مشكل في مستوى الرؤية والتصور. بدأت الآن المبادرة اللي يفكر بأنه يقدمها الأستاذ غازي الشواشي، بدأت أيضا مبادرة من طرف الأستاذ خيام التركي ربي يفك سراحه. وفي هذا الإطار عصام الشابي خطا الخطوة المهمة الأكبر نحو فك الارتباط مع الخماسي. نحب نشير إلى ملاحظة يوم 14 جانفي الماضي، يجب وهذا لاحظوه الصحفيين ولاحظوه المتابعين، أن الحزب الجمهوري نأى بنفسه عن المظاهرة التي دعا إليها الخماسي أمام مدارج المسرح عندما بدأت ترفع شعارات خطية. وكتب يظهر لي في هذا الإطار الدكتور عبد اللطيف الهرماسي اللي هو عضو المكتب السياسي في الحزب الجمهوري، كتب تدوينة تقريبا غاضبة من الخماسي وقال بأنه احنا ما اتفقناش على مثل هذه الشعارات، يعني نعم. التي تمس من أطراف أخرى نا
نلتقي معهم على أرضية مقاومة الانقلاب. أنا تقديري، عصام الشابي وعدد آخرين من الشخصيات الوطنية المستقلة يمكن يساهموا في المستقبل في مزيد يعني توحيد الشارع الديمقراطي المناهض للانقلاب بوضوح، باش تبقى بطبيعة الحال أطراف سياسية بعيدة على الخيار هذايا والرغبة من التوحيد، ولكن لا أتوقع أنها تمثل على مستوى الأرض يعني وزن مهم. شوف أنا نعتبر ثم ثلاث قوى رئيسية الآن في تونس في دقيقة نعم يجب أن يتم الاعتراف بأنها تمثل القوى الثلاثة اللي من خلالها هي باش تصير الأزمة التونسية، ثم السلطة، ثم الاتحاد العام التونسي للشغل، وثم الشارع الديمقراطي الذي تقوده جبهة الخلاص، الشارع الديمقراطي اللي كان يقوده مواطنون ضد الانقلاب والآن تقوده جبهة الخلاص. هذه هي القوى الثلاثة الكبرى اللي ما نجموش نتحدث على مستقبل تونسي بدون أن نتحدث عن مسارات الصراع هذه القوى الثلاث. الباقي كلها بما في ذلك ما يسمى المجتمع المدني والثلاثة منظمات اللي جايبها مع الاتحاد، أنا تقديري على مستوى الأرض، على مستوى يعني ميزان القوة على الأرض، لا فاعلين كبير، لا فاعلين له. كلمة سيد حبيب قبل أن أعيد الكلمة سيد مراد، خيام التركي هل تم إجهاض ربما إمكانية ترأس هذه الشخصية أو تقود تجميع المعارضة؟ سيد حبيب مش ما نبدأوش احنا نعطيه ربما قيمة كبيرة لما يقوله لما تقول السلطة احيانا. هو خيام التركي حاول يعاون على انه يقرب وجهات النظر بين جبهة الخلاص من ناحية شارعنا الديمقراطي وبأحزابه وتنظيماته، وبين بعض القوى اللي يقول أنه حان الوقت باش تقرب، نجح مع بعضها وما نجحش مع بعضها الآخر، ولكن في آخر الأمر خيام التركي كان يحاول يدارك ربما بعض التعثرات اللي شهدتها عملية توحيد. أنا متذكر تقابلت معاه قلت له بالنسبة لفلان وفلان والحزب الفلاني والحزب الفلاني ممكن رك تنجح معهم، لكن بالنسبة للأطراف الفلانية زايد، رانا حاولنا معهم وحكاية فرق. فأنا تقديري جات الفكرة متاع الأستاذ عصام الشابي اللي ديجا عرضها في ذلك الندوة اللي عملناها احنا نظمناها وحضر فيها هو وحضر فيها الإعلامية الورثة الثانية حاضروا فيها يوم أمم ثلاثة سي محمد. بدل الحوار يريد عصام الشابي فكرة اللقاء الوطني للإنقاذ، اللقاء الوطني للإنقاذ الذي يضم كل الناس لتعتبر أن 25 ميليا انقلاب وتؤمن بدستور 2014. جيد سي مراد دقيقتين الله ينورك. فكرة تفعيل جبهة إنقاذ يعني عملية بدل الحوار، سيد مراد للأسف الشديد انقطع الصوت. هكذا نأتي إلى ختام حلقتنا، شكرا جزيلا سيد حبيب عجيلة مؤسس مواطنون ضد الانقلاب، والشكر موصول للدكتور مراد العقوبي الجامعي، للأسف انقطع الاتصال به قبل نهاية هذه الحلقة. نلتقيكم إن شاء الله بداية من الساعة 8:30 مساء غدا في حصاد 24. في أمان الله.